يا اهلا بكل مشاهدينا اللي بيشوفونا في كل مكان، حلقة جديدة من برنامج النهارده معانا اكلات صحية، وكمان بقى يعني الناس اللي عايزة يعني تعمل اكلات زي المطاعم بالظبط، وكمان يعني ما يبقاش فيه بقى زيادة في الوزن ونحافظ كده على صحتنا. النهاردة هنعمل لكم الاسكالوب بكذا طريقة، اسكالوب بصوص المشروم بطرق مختلفة ومعاه خضار سوتيه، او ينفع ان احنا نقدم معاه بطاطس او رز. وطبعا منورنا بالوصفات الجميلة بتاعته شيف احمد عيد. ازيك يا شيف؟ اهلا وسهلا استاذه منى، ازاي حضرتك؟ منورنا. يا اهلا رب بحضرتك. دايما نكون بخير. واحنا بقى النهارده شيف احمد يعني مختار لنا وصفه سهله جدا، يعني حتى واحنا في رمضان يعني ست البيت وهي عايزه تعمل حاجه سريعه ودايما ما تاخدش نلحق على منها اخر وقت لحظه، بالظبط. فوصفه النهارده مش هتاخد وقت خالص. فقول لنا بقى كده شيف، احنا ايه هي المقادير المعينه؟ ان شاء الله النهارده هنعمل بيكاتا بصوص المشروم، وهنعمل معاها خضار سوتيه. اول حاجه في المكونات المعايا اللي هستخدمها للبيكاتا، لحم من عرق الفيليه، هستخدم مشروم، شوربه لحم، حليب وكريم طبخ، وملح وفلفل اسود وشرايح بصل. تمام، ده اللي هستخدمه بسيطة بالنسبه للبيكاتا. بسيطة جدا. بالظبط. تمام، بالنسبه للخضار السوتيه، عندي الخضار مسلوق 3 ارباع سوا او الدنتي، نجهزه من قبل، عباره عن بروكلي، بطاطس، كوسه وجزر، والزبده والزيت نقدر نستخدم حاجه فيهم، ونقدر نستخدم زيت الزيتون والزعتر والملح والفلفل الاسود والثوم. كويس قوي. نبدا اول حاجه. نبدا اول حاجه. اول حاجه لازم نوضحها هي اللحم اللي انا بستخدمه، مش اي قطعيه لحم تنفع. قطعيه اللحم اللي انا بستخدمها من عرق الفيليه، او العرق الفيليتو بالبلدي بلغه الجزارين، او بعرق التندرلوين، هي كلها مسميات لنفس العرق. حته لحم، العرق موجود في تجويف الصدر، بينتهي عند الفخده من فوق. قطعيه بتبقى ناعمه، ما بتحتاجش وقت في التسويه، نقدر نطلع منها شرايح الاستيك، او نطلع منها الكباب، او نطلع منها البفتيك. تاني يعني الاسكالوب احسن حاجه ليه ان احنا نبقى القطعيه اسمها عرق الفليتو. عرق الفليتو دايما المتداول من وش الفخده، بس وش الفخده لو اتقطع غلط، لو اتقطع باتجاه الالياف هيشد معاهم ويكش. طب واحدة واحدة بقى علينا كده يا شيخ. تمام. دلوقتي علشان الستات بيقفوا قدام أي مكان مثلا فيه جزارة، فعند الجزار بيبقوا عايزين حاجة تنفع مثلا اسكالوب، بس ما بتبقاش فاهمة يعني ايه طيب، تقول احنا يعني هي خلينا تقول يعني هي مثلا تطلب من الجزار يقطع لها لحمة منين احسن حاجه؟ طيب، انت قلت وش الفخده، القطعيه، انا اسمع في حاجه اسمها النسيج او الانسجه السكينه تمشي مع الانسجه عكس بشكل الاتجاه، معين. عكس الاتجاه. طب يعني عرفني اللحمه، بقى كده اكتر. اللحمه علشان يعني العرق، لو عندي العرق بالطول كده فانا بقطعه بالعرض، ما بقطعش بنفس اتجاه اللحمه، ده اللي يخلي اللحمه تطول في التسويه ويخليها تكش. تمام. المعلومة دي حتى لو احنا في البيت عندنا قطعة لحمة وعايزين كمان نقطعها بالظبط قطع مع صغيرة اي قطع، نعملها عكس نعملها الخطوط. عكس اتجاه الالياف. تمام. تمام. الالياف ولا اللي هي، ما هي الالياف اللي هي اسمها الخطوط اللي هي اللونها ابيض، الخطوط، ما هي ولا الانسجة؟ عشان ساعات بلاقيهم ما هي لا، عكس انا اقصد اكياس. الالياف اللي هي الانسجه، الخطوط البيضاء دي اسمها ماربلينج، اللي هي الدهون اللي بتبقى جوه اللحم. تمام. تمام. اوكي. احنا قطعيه عرق الفيليه عندنا قطعيه ما فيهاش نسبه الدهن، فيها كانت تكون صفر، كويس، ما بتحتاجش وقت في التسويه، قطعيه طريه، بنقدر نطلع من العرق اكتر من وصفه. معظم المشويات بتطلع من عرق الفيليه، لو احنا هنتكلم مثلا عن البيتيلو فالمشويات كلها بتطلع من لحم البيتيلو اللي هي العجول الصغيره اللي بتبقى 3 شهور، فطبعا دلوقتي ممنوع ذبحها، فبنستخدم الفيليتو، منطقه عضليه، عضله خامله، الذبيحه ما بتبذلش فيها اي مجهود، عكس الكتف او الزند والفخذ بتبقى بتبذل مجهود، فبتبقى العضله شاده، لكن دي عضله دي خامله. وده اللي بيخليها تستوي بسرعه. بالظبط، تمام. لان ما فيهاش دهون ولا فيها عصب، او ما فيهاش مجهود، يعني ما فيش مجهود عليها، فبتبقى الحته اللحمه ناعمه. كويس جدا. اعرف بقى انها فريش، ان هي بقى لها فتره من اللون من الريحه، يعني اعرف اولا الفريش. اللحمه الفريش ما بتعملش ميه، المجمد يعمل ميه، يعني لو اتركن يعمل ميه. ونقطة مهمة لازم ناخد بالنا، اللحم ما بيتقطعش ويتشال في الفريزر ويفك ويدخل ويفك ويدخل، ده كلنا واللحم ما كلنا بنعمل بيتغسلش، كده. عشان كده بنقول نتعامل مع جزار نضيف.
اللحم ما بيتغسلش، عدو اللحم، عدو مجلوبين اللحم الميه والهواء، وده اكبر سبب ممكن يضر باللحم، يضر في الجوده بتاعته وفي لونه. طيب خلينا نبدا ونكسب وقت كده، وبرده ممكن طيب. ايه اول حاجه انا بفرد اللحم بنشتغل. دي انا قطعتها ستيك الاول، بعد كده بطيتها بمدق اللحم بالراحه، وبعد كده ببدا ان انا اتبلها بملح وفلفل بس. تمام. بحط الطاسه على النار. لازم النار تكون عاليه علشان اللحم معايا ما ينزلش العصاره بتاعته، وعشان ياخد المارك بتاعه اللي هو لون اللسعه بتاعته او التشويحه بتاعته. بتبل الملح، لا اللي بتبل هي الصدمه ان احنا نحطها تعمل بالظبط، هي دي اللي هتخلي اللحم يحتفظ بالعصاره بتاعته وما تخلوش ينزل بالظبط. هو اللحم لو نزل ميه هيطول معانا في التسويه، ولو هنعمله في حاله المسلوق او في حاله كباب الحله ده هيخلي اللحم يريم، يعني يعمل ريم على الوش بالظبط. وطبعا لو حته اللحم اتغسلت قبلها ممكن نلاقي طعم اللحم مش لذيذ او ريحته مش لذيذه. فطبعا اللي بيداريه بقى ساعتها التوابل اللي بتتحط معاه او الخضار اللي بيتحط معاه زي الكرفس والبصل. دلوقتي قلبناه، بس الشيف بيتبلها من الناحيه الثانيه. طبعا من ناحيتين لما جه هو فرش، طبعا احنا مهتمين جدا بالتعقيم وكده، وبرده الشيف احمد كان حريص ان هو يفرش كمان بالزبط. على الرقامه نايلون علشان نشتغل عليه. كده احنا تبلنا اللحم ملح وفلفل. الملح ما بيأثرش على تسويه اللحم، في معلومات كتير مغلوطه، في من المعلومات الاخر خالص عشان لا ما بيأثرش تستمي. ما بيأثرش بالنسبه اللي هي يعني تسبب مشكله. ومن المعلومات المغلوطه برضو ان الناس ممكن لو اللحم طول معاها في السوى ان احنا بنضيف نوى بلح، فدي معلومة أنا عرفتها من فترة قريبة. في ناس بتقول إن هي جربتها ونجحت، بس أنا عمرها ما نجحت معايا. تسوية اللحم أهم حاجة فيها التدريج في درجة الحرارة. زي ما حضرتك شايفة أنا حطيت الطاسة تسخن، لازم الطاسة تبقى سخنة، وبحط فيها زيت مع الزبدة. ما بحط الزيت بس علشان الفليفر بتاع الزبدة يبقى باين فيها، ولو حطيت زبدة بس فالزبدة هتتحرق. فالزيت والزبدة مع بعض بيخلي تستوم أعلى. أوكي طيب الخطوات دي مهمة قوي فعلا يا جماعة، يعني ممكن ناس ما تبقاش واخدة بالها منها، بس مش فاهمة ليه مثلا اللحمة طالعة ناشفة أو ليه نزلت مية أو يعني. طيب يعني احنا برضو هنرجع وهنكمل معاكم، بس هنروح لفاصل يعني ونرجع مرة تانية مشاهدينا، خليكم معانا. هنا مكملين معاكم مشاهدينا ومع شيف احمد عيد. ويعني احنا في الفصل يا شيف عملنا ايه؟ احنا قلنا طبعا هنعمل جزء من اللحمه وبرده هنعيد الخطوات ليك. تمام، هنعيدها في اللحمه المره الثانيه اللي احنا بننزلها، وهقول لحضراتكم احنا عملنا ايه. طبعا عايزه اقول لهم الاول على الريحه يا جماعه، ريحه يعني ما شاء الله والله، هي لحم ملح وفلفل بس. اللحمه كمان لا، وبرده الاداء يعني اللحمه جوسي. عايزه اعرف منك يا شيف برده تقول لنا احنا الخطوات دي بنعملها ازاي، لان ممكن تبقى ناشفه مننا، ممكن فعلا تنزل ميه، يعني قول لنا كده بقى عملت ايه، واحنا برده هنشوف في الدفعه بقى الثانيه اللي احنا هننزلها في الطاسه. زي ما قلت لحضرتك احنا لازم النار تكون عاليه، زي ما واضح كده النار عاليه هو ده اللي هيخلي اللحمه تحتفظ بالعصاره بتاعتها. تمام تمام. بحط حته زبده، انا مش هستخدم في صوص المشروم بتاعي خالص صوص ديميجلاس اللي هو البودر اللي بيتباع في المحلات، لانه دوت مضاف عليه مواد احنا مش حابين ناكلها لاولادنا، مضر على المدى البعيد. فاحنا دلوقتي بنستخدمها نطلع الصوص من العصاره، الجوس اللي بينزل من اللحمه بالظبط. هو اللي هقول لك يا شيف هو بيتعمل، بس يعني في بياخد ممكن خطوات او مراحل كتيره، بس احنا هنا هنعمله حتى في الطاسه بالظبط. احنا كده سخنا الطاسه تمام، وحطينا فيها حته الزبده مع نقطه الزيت، بنزل اللحمه. لازم اسمع صوت طشه اللحمه وهي بتنزل كده، دليل الطشه دي يعني كده صح، كده دليل ان ان النار بتاعتنا عاليه. ده عايزه اقول لكم كمان ريحتها يعني شوي، كانها كمان يعني مشويه بالظبط. ما هو ده بقى الديمي جلاس، اللون البني ده الجوسي اللي بينزل من عصاره اللحم مع حرق الزبده، هو دوت اللي بيدي اللون البني. لكن في المتداول او الطبيعي الاسهل في المطاعم بيعملوه من صوص البودر. فالتيست بتاع ده تيست صحي من عصاره اللحم، مفيد اكتر كتير من البودر. كمان يعني يعني احنا مش بينزل العصاره كتيره، يعني هي قليله بس. لا. انا برضو في حاجه يا شيف احمد، احنا يعني كل ستات البيوت بيجمدوا لحمه ويطلعوها تفك ويرجعوها تاني ويشتغلوا بيها وغصب عنهم علشان طبعا اوكي. احنا ممكن احنا ممكن لو بنشتري اللحمه مثلا بكميه شهر مثلا او لاسبوعين، صحيح. فاحنا نجيبها ونقسمها على حسب الاكله،
عادي جدا ان احنا نعمل منيو. انا مثلا بجيب العرق بطلع منه اكتر من 5 وصفات. بستخدم منه الدبريل اللي بيطلع منه بستخدمه في المفروم، بعمل منه برجر او كفته. القطع اللي بتطلع من العرق المكعبه بستخدمها في الكباب او الشيش كباب. والقطع الشرايح بعمل منها ستيك مع صوص بوفر او صوص شامبينيون زي اللي احنا بنعمله. يعني الاحسن ان احنا نقسمها على كذا طبق عشان على قد احتياجنا نطلع من الفريزر. ومش صحي ابدا ان احنا نفك اللحم. ولا صحي ولا يعني صحيا، وكمان ان النتيجه مش هتبقى مظبوطه. بالظبط. طيب خلينا بس دلوقتي عشان اللحمه بدات تستوي. اللحمه ما خدتش معايا دقيقتين على النار. تمام. وفي نفس الوقت انا ما قلبتش اللحم علشان يطلع المارك بتاعها مظبوط. تمام. كتر تقليب اللحم يخليها تتهري ويخليها ما تاخدش اللون الكلر بتاعها اللي هو البراون. كويس. انا كده بقلب اللحم زي ما حضرتك شايفه اللون. اللون، وفي نفس الوقت يعني فعلا يعني واضحه قوي ان هي متظبطه، يعني مش ما فيهاش مش ناشفه. هنروح طبعا يعني هنكمل معاك يا شيف، هنروح لفاصل سريع لرفع اذان العصر بالتوقيت المحلي لمدينه القاهره ونرجع. خليكم بالهنا بالهنا. لسه مكملين معاكم مشاهدينا، وكملنا بقى بقيه كميه اللحمه اللي كانت معانا. تسلم ايدك يا شيف. يعني يا جماعه لو هتعملوا الوصفه دي في رمضان اعملوها قبل الفطار بحبه صغيرين. اولا ما بتاخدش وقت، بس ثانيا عشان الريحه يعني ايه جميله جدا، فعشان الصايمين بقى ما يتعذبوش. بعد ما شلنا اللحمه خلاص احنا خلصنا اللحمه، ما خدتش وقت خالص. زي ما حضرتك شايفه العصاره كده اللي موجوده، هي دي الكاره اللي احنا قلنا هيعمله لنا الصوص. تمام. تمام. انا خلاص شلت اللحمه، هبدا ان انا احط حله السوتيه. واحنا طبعا هنستفيد بقى باللي هو ده الدينيجليس اللي احنا شايفينه في الطاسه، ده اللي هو العصاره اللي نزلت من ال. ببدا ان انا احط حته زبده. تمام. بعدين بضيف عليها البصل زي ما حضرتك شايفه كده. البصل ده اختياري مش اجباري، بس بيدي فليفر حلو. وفي ناس ممكن تحط توم ولا يعني؟ لا، هو ما بتاخدش توم، بس التوم احنا ممكن نديه للسوتيه. هو عموما الاكل ما بيبقاش مش لازم يبقى ستاندر. طب ما هو معلش الريحه بقت يعني حلوه قوي كده، احنا هتشوفي عملنا بقى. لا يعني هتشوفي احنا حطينا حته زبده، حته زبده وبصل بس يعني بس. مش ممكن. ما هو عصاره اللحم هي اللي مديها التيست ده، وهي اللي مديها الريحه دي. صحيح. بعد كده بضيف عليهم المشروم. ما بخليش ما بخليش البصله تدبل. انا عشان هستخدم كميه مشروم احطها مع السوتيه برضو. فانا خلاص كده حطيت المشروم. المشروم فريش فعلا فعلا بيفرق كتير جدا 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 جدا. وكمان واحنا بناكله يعني العلب المشروم بتبقى ناشفه وما بتديش أكيد نفس اكيد طبعا الطعم. زي اللحم المجمد واللحم الفريش في فرق كبير. الفريش بالذات المشروم فعلا فعلا بيفرق جدا وبيعمل ريحه حلوه جدا. هنحتاج نضيف حته زبده هنا ونحط الزبده بتاعتنا للسوتيه. السوتيه احنا ممكن نستخدم زيت الزيتون او ممكن نستخدم الزيت العادي. ممكن نسوي السوتيه على البخار وممكن نسوي السوتيه سلق حسب. تمام. ولو حطينا حته زبده صغيره مع السوتيه تدي نكهه حلوه ومش بالظبط هو ده اللي انا بعمله. مشكله. وبرده عايزه اقول كده معلومه بسيطه، يعني معلقه الزيت للناس لو الناس خايفه من موضوع السوتيه يا شيف، معلقه الزيت فيها 135 سعر حراري، في حين ان معلقه الزبده فيها 35 سعر حراري بس. يعني الزبده سعراتها مش عاليه علشان الناس تقلق. لو حطينا حته صغيره حته بسيطه لا مش جميلة هتفرق، مش هتفرق ومش كتير. هتعمل يعني زياده قوي في الوزن زي ما الناس بتبقى خايفه من دلوقتي الزبدة. انا بشوح المشروم مكان اللحم علشان كله الفليفر يبقى في نفس الطاسه. وببدا ان انا احط السوتيه. السوتيه دوت انا سلقه زي ما قلت لحضرتك نص سوا او الدنتي. تمام. بحيث ان يبقى في عضه علشان لسه هيتعرض لنار تاني. بضيف السوتيه كله مره واحده مفيش مشكله. لكن طبعا في سلقه انا بضيفه على مراحل، يعني بضيف الجزر الاول بعدين الكوسه، لان التدريج في درجات الحراره بتاعتهم تفرق عن الثانيه. بالنسبه للبطاطس اللي حضرتك شايفاها دي بتسئل كتير جدا ازاي بنعملها. عامله زي التشيري توميتو الصغيره خالص، شكلها جميل. بالظبط هي دي المعلقه اللي احنا بنعمل بيها البطاطس. تمام. زي ما حضرتك شايفه. تمام. اقدر وهي نيه المعلقه دي تقطعها كده؟ وهي نيه. انا كده خلاص حطيت شبه البصل الصغير برضو، يعني شكلها يبقى لذيذ، تفتح النفس للناس. نقدم لهم كده طبق صحي كده. انا حطينا السوتيه والنار عاليه برضو وريحه تحفه برضو. تمام. السوتيه في ناس ممكن تبقى تجيب خضروات مجمده يا شيف، ما تنصحش بكده؟ ما انصحش، لان تقطيعه السوتيه يا فندم لازم تبقى كبيره، تفرق عن الخضار البيت الطبيخ.
لازم تقطيعه السوداني تبقى اكبر لانها بتتسلق بتتعرض لحراره اكتر من مره. تمام. انا دلوقتي بعد ما ضفت المشروم، خلاص المشروم زي ما حضرتك شايفه بدا لونه يبقى براون، عندي شويه شوربه حوالي كوبايه شوربه بضيفهم كده. وممكن نستبدلها دي بمرقه، ممكن نستبدلها بمكعب مرقه مع شويه ميه لو مش متوفر ستوك شوربه من اي طبخه سابقه. تمام كده بقى اهو شايفه حضرتك اللون البراون من غير ما اضيف اي باودر ومن غير ما اضيف صويا ومن غير ما اضيف اي حاجه، كل التيست يعني منه فيه شغل محترفين بقى طبعا الشيف احمد، يعني عاملين شغل مطاعم يعني كده. اي ست بيت عايزه بقى تبهر ضيوفها تعمل بقى الخطوات دي بسيطه. بنتابع التقليب السوتيه على النار، تسويه البلانشيه بتاعت السوتيه. طب قول لي اساعدك يا شيف. تمام. اعمل انا بعرف اقلب حلو قوي. بنبدا ان احنا حطينا التوابل. عايزك انا هقول لحضرتك إيه؟ انا دلوقتي هضيف توم مع الزبده والخضار. تمام، بيدي نكهه حلوه. تمام، زعتر اخضر، ولو مش متوفر الزعتر الاخضر ممكن نستخدم الزعتر المجفف. كويس جدا. انا ما حطيتش البروكلي دلوقتي لان البروكلي اكتر حاجه بتتهري في السوتيه، فمش محتاج، انا بضيفه اخر حاجه اخر مرحله. صحيح. وبضيف معاهم شويه المشروم. كويس جدا. بنقلب السوتيه زي ما حضرتك بتعملي كده. تمام كده خلاص زي ما حضرتك شايفه. انا يعتبر اللحمه انا ما بضيفش ملح وفلفل علشان انا تبلت اللحمه بملح وفلفل، والشوربه عندي برده متبله فمش هحتاج ان انا اتبلها تاني. بعد ما الصوص زي ما حضرتك شايفه كده، دي بقى يعني ده كريمه طبخ الناس كلها بتحبها بقى كبار وصغيرين، اي حاجه بالكريمه بالوايت صوص او بكريمه الطهي بتبقى فعلا بتحلي الاكل قوي. تنفع بقى مع الرز ابيض؟ رز ابيض ممكن نقدم معاها باستا، ممكن نقدم معاها بطاطس بومفريت، ممكن نقدم معاها بطاطس بريه. والشيف احمد هنا مجهز لنا برضو الاطباق، هنقدمه باكثر من شكل زي ما بيتقدم في المطاعم بالظبط. رز عادي بسيط خالص مسلوق، وبطاطس برضو بريه، ولا وكمان الشيف احمد مزينها في فراشات وفي حاجات كده، احنا الكاميرا هتجيبها دلوقتي. احنا دلوقتي ضفنا كريم زي ما قلت لحضرتك، بعد ما المشروم اتشوح وخد الكلر بتاعه ضفت عليه الملح، وضفت عليه الشوربه اللي متبلينها، وبعدين ضفت عليهم كريم الطبخ. في خطوه احنا ممكن نستغنى عنها توفيرا على ست البيت لو ما فيش كريم طبخ، ان احنا ممكن بعد ما نطلع اللحم والمشروم موجود وهو والبصل، بنضيف مكعب زبده ومعلقه دقيق، نعمل ماده ربط اللي هي الروق. ماده الربط دي هي اللي هتخلي لي الصوص معايا تقيل لو مش متوفر عندي كريمه، بنزودها بشويه لبن بالظبط، هي يعني اكنه البشاميل بس مخفف شويه. تمام، وتدي نفس بدايه مرحله البشاميل. كويس. وحاجه مهمه جدا، كريم الطبخ ما ينفعش يتحط على نار عاليه، فانا هرفعه دلوقتي من على النار العاليه. تمام، علشان بيقطع او بنقول بمسمى البلدي بيشرش، يعني الماده البروتينيه بتفصل عن بتبقى الميه لوحدها والماده البروتينيه لوحدها. استاذن حضرتك في اللحمه ما نسيبهاش تغلي كتير على النار يا جماعه. دلوقتي احنا هنضيف جزء من اللحمه مع الصوص. انا عايزه اقول حاجه على السوتيه، فعلا بجد ان يتضاف له توابل بسيطه كده، لان الناس عندها فكره عن السوتيه ان هو يعني اكل عيانين وملوش طعم وطعم وحش، لكن لما نحط مثلا حاجات بسيطه زي ما شيف احمد كده حط زعتر او ثوم ملح وفلفل، يعني بيدي نكهه، وفي نفس الوقت الناس تبقى تاكل حاجه صحيه وطعمها حلو، مش الاكل اللي الناس يعني في ناس كتيره ما بتحبش تاكل السوتيه او السلطه، علشان في ناس بتستغرب الاكلات دي وبتستغرب مسمياتها. الاكلات دي احنا عايشين مش عايشين على الكوكب لوحدنا، في بلاد تانية عندها مطابخ كتير وعندها اكلات كتير طعمها حلو، بس احنا اللي مش بندي نفسنا فرصه غير ان احنا نجرب الاكل التقليدي. فلازم نجرب، يعني لازم نشوف الوصفات التانية. واعتقد كمان يعني الوصفات اللي بقى فيها مشروم وكريمه دي الناس يعني بدات يعني كده. السوتيه احنا معانا خلاص. احنا كده يعتبر خلصنا، احنا تقريبا معانا دقيقتين ونص خلاص هنفنش. خلاص ادي السوتيه خلاص، خلصنا كل حاجه. تمام خلاص الحمد لله. الوصفه ما خدتش معانا اقل من نص ساعه، الوصفه كانت خلصت. ببدا ان انا اتبل السوتيه، حطيت زي ما قلت لحضرتك الثوم والملح والفلفل. بس انا دايما وصفاتي بستخدمها، انا بحب الاكل كلاسيكي، الاكل ما يبقاش فيه توابل كتير علشان استطعمه واحس بطعمه. صحيح. يبان الطعم بتاعه. لا ده كمان بالعكس بالزبط. الناس متعوده ان السوتيه ما يبقاش ليه طعم، فاحنا كده مدينه طعم حلو وصحي. بالظبط. وزي ما قلنا السوتيه لو عايزين نعمله على البخار مفيش مشكله، سهل جدا ان احنا نعمله على البخار. حبينا ان احنا نعمله مسلوق ونسويه بزيت زيتون مفيش مشكله. عايزين ناكله دراي كده برده من غير حاجه، هو اتسلق نص سوا
وبيكمل بقيه تسويته في الطاسه او في الحله بتاعتنا زي ما قلنا التسويه البلانشيه، ان هي بتبقى متعرض لنار بس مع تقليب مستمر، ويبقى بيقطم مش بالظبط، ما يبقاش مهري علشان لسه بيتعرض لحراره تاني، ولسه لو اتقعد وتسخن نبقى عاملين حساب الخطوه دي. كده احنا خلاص خلصنا السوديه، هنبدا نغرفه. طيب احنا كده خلاص هنغرف، بس انا برضو عايز اسالك يا شيف احمد على خطوه بخصوص اللحمه لما بنجيبها ونطلعها من الفريزر، يعني احنا لازم نسيبها تفك خالص صح؟ ما ينفعش المفروض او احنا دلوقتي يعني التكنولوجيا سهلت لنا موضوع الديفروست. انا عايز اساعدك عشان احنا تقريبا كده ما خلاص. لا انا خلاص خلصت، انا خلاص انا هبكر ده خلاص وده الفينش. تمام كمان بس نحط دولت اوكي عشان بس كده خلاص السوتيه. تمام ادي طبق السوتيه بتاعنا، شكله جميل والالوان شكلها حلو وحاجه ريحتها حلوه تفتح النفس صحيه يعني كل ده. وطبعا اللحمه اللي مع الصوص مش محتاجه تستوي طبعا، احنا خلاص احنا هنقطعها دلوقتي، اننا نخليهم يمتزجوا بس مع بعض. هنقطعها دلوقتي ونوريها للناس ان هي استوت بسهوله خالص اهي معانا. ده احنا كده مقدمينه واحد مع الرز الابيض. يعني انا بشكرك جدا يا شيف احمد، نورتنا، ميرسي، وتسلم ايدك على الاكلات اللذيذه دي وصحيه وخفيفه وفي نفس الوقت اكل المطاعم اللي احنا دايما بره بنجيبه بتكون تكلفه كبيره جدا. احنا عملناه النهارده بطريقه بسيطه سريعه، تسلم ايدك مره ثانيه، بشكرك جدا. تسلم يا فندم، شكرا. دي اخر حاجه معانا، احنا لو حبينا ان احنا نقدم الاكل من غير اي صوص كده زي ما حضراتكم شايفين، ادي تسويه اللحم عشان برضو حضراتكم تعرفوا ان اللحم استوى كويس، ما خدش مدة تسوية كبيرة. تسلم ايدك. اخر حاجة بضيفها عليه الصوص. طيب يعني احنا للأسف وقتنا خلص، مفيش مشكلة يا فندم، خلاص خلصنا برضو الطبق بتاعنا، هو ما خدش مننا وقت كبير. وهنسيب بقى المشاهدين بقى يشوفوا كمان يتفرجوا بقى على الاكلات اللذيذه الجميله اللي شيف احمد عملها. تسلم ايدك يا شيف احمد. تسلم يا فندم، كل سنه وانت طيب مره ثانيه. وحضرتك طيبه وبخير. وبشكر كل مشاهدينا على المتابعه، واستنونا ان شاء الله يعني معانا دايما اكلات ووصفات لذيذه وجميله جدا وبالف هنا.